السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب شركة آفاق التعليمية. بإذن الله عز وجل هنبدأ اليوم في التحصيلي فيما يخص أحياء واحد. بإذن الله عز وجل هنتكلم عن الجزء الأول من أحياء واحد من خلال مذكرة شركة آفاق التعليمية. هنتناول في هذا الجزء مدخل إلى علم الأحياء، ثم راح ننتقل إلى التصنيف، ونختم لقاءنا بإذن الله عز وجل عن البكتيريا والفيروسات والبريونات. السؤال الأول في مذكرة الشركة: أي مما يلي تفسيرا قابل للاختبار؟ طبعا تفسير قابل للاختبار هو تعريف مين؟ تعريف الفرضية، وحدة النظام الدولي التي يمكن استخدامها لوصف كتلة الدولفين. الكتلة بتقاس بإيش يا شباب؟ بتقاس بالكيلو جرام، لكن الثانية بيقاس بها الزمن، والبوصة ممكن تستخدم في قياس الطول، اللتر بيستخدم في قياس الحجم، فهنا يكون الإجابة الكيلو متر. أي مما يلي يصف طول الضفدع 4 سنتيمتر؟ طبعا وصف يمكن وصف الأشياء من خلال بيانات كمية أو بيانات وصفية. البيانات الكمية دائما بيعبر عنها باستخدام الإيه؟ باستخدام الأرقام، حاجات بيكون فيها إيه؟ بيكون فيها أرقام. هنا 4 سنتيمتر. هنا البيانات الوصفية طبعا ممكن تصف الشيء عن طريق مثلا اللون، عن طريق مثلا الشكل وهكذا. هنا هتكون بيانات كمية. حركة سمكة القرش نحو الدم، طبعا سمك القرش هيتحرك نحو مثير، لازم يكون في ايه؟ مثير، فالتحرك نتيجة لمثير بيسمى ايه؟ بيسمى استجابة أو رد فعل. صفات موروثة ناتجة عن تغير في تركيب جسم المخلوق الحي، طبعا المخلوق الحي ممكن يولد ويحدث له تغير في التركيب، وده بيسمى ايه؟ بيسمى التكيف. ده بيكون تعريف الايه؟ تعريف التكيف. فهنستبدل كلمة التكاثر دي بالايه؟ بالتكيف. ده هيكون ايه؟ ناتج عن تغير في تركيب جسم المخلوق الحي، وهذا التغير هو اللي ايه؟ هو اللي هيساعد الكائن الحي للايه؟ للاستمرارية في الحياة. تمام؟ خاصية من خصائص المخلوق الحي وليست أساسية لحياته طبعا التكاثر. كل الصفات اللي قبل كده من خصائص المخلوق الحي لكن أساسية للحياة. الإخراج، الكائن الحي لو لم يقوم بعملية الإخراج هينقرض أو ممكن يموت. التغذية أيضا تؤدي إلى موت الكائن الحي أو إلى موت الفرد. الحاجة إلى طاقة، لو لم يستطع الكائن الحصول على الطاقة أيضا سيموت. لكن التكاثر، لو لم يستطع القيام بالتكاثر هو هيعيش، لكن النوع هينقرض، لكن الفرد نفسه يستطيع إيه؟ أن يعيش. طبعا عندنا معلومة في كتاب الأحياء اللي هو اللي ألف كتاب المغني في الأدوية المفردة في العقاقير، وده هيكون مين؟ ابن البيطار، هو الذي قام بتأليف كتاب الإيه؟ كتاب المغني في الأدوية المفردة. نبدأ بإذن الله عز وجل في الجزء آخر. تعريف التكيف: أي مما يلي يصف التكيف. طبعا التكيف هل هو تغير في الشكل ولا تغير في السلوك ولا تغير في الحجم ولا تغير بتأثير الإيه؟ بتأثير البيئة. طبعا تغير في الشكل، السلوك، الحجم، لا، هو تغير بتأثير الإيه؟ بتأثير البيئة. ممكن يحدث تغيرات في البيئة، ولذلك لابد من تكيف الكائن الحي مع هذه التغيرات. زي الديناصورات انقرضت، وسبب من أسباب انقراضها إن هي لم تستطع التكيف مع التغير الإيه؟ مع التغير في الحادث في البيئة في ذلك الوقت. فطبعا هيكون التكيف هو تغير بتأثير البيئة. من أمثلة المخلوقات الحية عديدة الخلايا: الهيدرا والبراميسيوم والأميبا. طبعا هنا هيكون مين؟ النبات، يعتبر من الكائنات الحية عديدة الخلايا، ترى بالعين المجردة، وممكن انت ايه طبعا بتتكون من خلايا كثيرة جدا. من أمثلة العلم غير الطبيعي عندنا نوعين من العلوم: في علوم طبيعية وفي علوم غير طبيعية. العلوم الطبيعية بتسمى علوم
تجريبية، أما العلوم غير الطبيعية بتسمى علوم غير تجريبية. طبعا من أمثلة العلم غير الطبيعي اللي هو يعتبر عندنا الأحياء من العلوم الطبيعية، عندنا الكيمياء والفيزياء من العلوم الطبيعية، أما الأدب هذا يعتبر من العلوم غير الطبيعية. من أمثلة البيانات الكمية، طبعا عندنا في البيانات الكمية اتكلمنا عليها قبل كده، ممكن نستخدمها ونعبر عنها باستخدام الأرقام. الطول نعم هو من البيانات الكمية، الكتلة نعم، والمساحة، هذه كلها بيانات كمية نستطيع التعبير عنها عن طريق الإيه؟ الأرقام. فهيكون هنا الإجابة إيه؟ كل ما سبق هذه من الأشياء التي تعتبر من الأمثلة على البيانات الإيه؟ الكمية. عامل لا يتم تغييره، طبعا من العوامل، أو كنا اتكلمنا على 3 أنواع من العوامل، اللي هو العامل المستقل والعامل التابع والعامل الثابت. الفرضية طبعا ليها تعريف خاص فيها، اللي هي عبارة ممكن اختبارها، لكن العوامل الموجودة في التجربة تابعة أو مستقلة أو ثابتة. العامل المستقل بيتغير أثناء التجربة عشان نقيس نتيجة هذا التغير. التابع بيتأثر بتغير المستقل، يعني عشان نغير المستقل هيأثر في أشياء تانية، منها بنسميها عوامل إيه؟ تابعة. في أشياء ما بنغيرها أو لا يتم تغييرها أثناء التجربة، وهذه بتسمى من الإيه؟ بتسمى عوامل ثابتة. أحد فروع علم الأحياء بيهتم بتعريفة الأنواع وتسميتها، طبعا ده بيكون تعريف علم مين؟ علم التصنيف، هو الذي يقوم بتعريف الأنواع ومسؤول عن تسمية هذه الإيه؟ هذه الأنواع. هندخل في طبعا هنا كده من بداية السؤال 13 دخلنا في الجزء اللي هو التصنيف. اللغة التي استخدمها لينيوس في تصنيف المخلوقات الحية، هل هي اللغة الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية؟ لا، هي اللغة الإيه؟ اللاتينية طبعا. والسبب في ذلك، هي كانت اللغة في ذلك العصر، هي اللغة اللي كانت إيه؟ موجودة في العصر ده، هي اللغة الإيه؟ اللاتينية. فلينيوس استخدم هذه اللغة، كانت هي اللغة الإيه؟ اللغة اللاتينية. نبدأ في الجزء اللي بعد كده، اللي هو يتكلم عندنا على أيضا تابع للتصنيف. هنتكلم حاليا الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات، ده ممكن يكون تبع درس الطلائعيات، ولكن ممكن تكون كمعلومة إضافية في نفس درس الإيه؟ في نفس درس التصنيف، اللي هو بيتكلم عن مملكة اسمها مملكة الإيه؟ الطلائعيات. طبعا وقسمنا في الدرس ده، هنرجع بعد كده نتكلم عن الطلائعيات بالتفصيل، لكن قسمنا الطلائعيات إلى 3 أنواع: شبيهة بالنباتات، وشبيهة بالحيوانات، وشبيهة بالفطريات. طبعا الطلائعيات الشبيهة بالحيوانات سميناها إيه؟ سميناها بالأوليات. أي المصنفات الآتية يضم مملكة واحدة أو أكثر؟ ودي من أكتر الأسئلة اللي بتيجي في التحصيلي، اللي هو حاجة اسمها هرم التصنيف، بنركز على هرم الإيه؟ التصنيف. ودايما بنعود طلابنا على القاعدة اللي هي مشط رف جن. طبعا مشط اللي هو بتبقى إيه؟ مملكة، والشين اللي هو شعبة، والطاء اللي هو طائفة، الراء اللي هو رتبة، والفاء فصيلة، الجيم جنس، والنون نوع. طبعا ده يعتبر هرم التصنيف من يعني المراتب التصنيفية بالترتيب. طبعا في هنا قبل المملكة في حاجة اسمها فوق مملكة، يعني نضيف هنا ايه؟ فوق مملكة، يعني احنا لما نيجي نتكلم عنهم كده بالترتيب، مين مملكة؟ يبقى تحت فوق المملكة اللي تحت منها مين؟ مملكة، شعبة، طائفة، رتبة، فصيلة، جنس، نوع. دول كده بالايه؟ المراتب التصنيفية بالترتيب، ودايما لا يخلو منها اختبار في التحصيلي. فانت ممكن تجاوب على الأسئلة كلها بنفس الطريقة اللي هو اللي هي بتكون هرم التصنيف، هتستخدم فيها الايه؟ مشط رف جن، وطبعا قبل المملكة، بس تذكر حاجة اسمها ايه؟ فوق المملكة. فهنا بيقول لي أي المصنفات الآتية مملكة واحدة أو أكثر، مين اللي هيكون بيحتوي على مملكة أو أكثر؟ ده هيكون مين؟ حاجة اسمها ايه؟ فوق المملكة. ها تمام؟ رتب ذات علاقة بعضها ببعض، يعني مجموعة من الرتب، مين لا يحتوي على رتب يا شباب؟ الرتب كان مين؟ حرف الراء. مين اللي بيسبق حرف الراء؟ حرف الطاء، يبقى ايه؟ طائفة. يبقى احنا من خلال مشط رف جن نقدر نجاوب على هرم الايه؟ هرم التصنيف. عندنا أرسطو اللي هو في أشياء كان قسم الكائنات الحية إلى كائنات حية نباتية وحيوانية،
فكان هنا أشياء لم يشملها، جاء في حاجة اسمها طيور لا تطير واختلف، وبدأ إن هو إيه لم يشملها نظام أرسطو، يعني ما لقالهاش حل. وطبعا جاء بعد منه لينيوس وعالج هذا الإيه هذا الموضوع. تسمية المخلوق الحي تسمية علمية، لينيوس استخدم حاجة اسمها التسمية الإيه التسمية الثنائية، ولا أحادية ولا ثلاثية ولا خماسية، تسمية ثنائية اللي هي اسم الكائن الحي بينقسم إلى جزئين اللي هو اسم الجنس واسم الإيه واسم النوع. المصنف الأعلى بعد الجنس، فين الجنس هو يا شباب؟ هنا. مين اللي أعلى منه؟ طبعا الجنس هيحتوي على مجموعة من الإيه من الأنواع. طيب مين اللي يحتوي على مجموعة من الأجناس؟ هيكون إيه فصيلة. تمام، فهنبدأ إن احنا ننتقل لبقية السؤال. السؤال رقم 20، فيكون المصنف الأعلى بعد الجنس مباشرة هيكون إيه؟ لسه مجاوبين عليه الحين، هيكون حاجة اسمها إيه؟ فصيلة. تمام، فهنا بنكون انتهينا من الجزء الخاص بهرم التصنيف، وده مهم جدا وبنأكد عليه، اللي هو هنستخدم فيه القاعدة اللي اسمها إيه؟ مشط رف جن. هننتقل إلى البكتيريا، مادة يحتمل وجودها أكثر في الجدار الخلوي لمخلوق لديه بلاستيدات خضراء. طبعا بلاستيدات خضراء هتقوم بعملية الإيه البناء الضوئي. هل بيبتدو جلايكان؟ بيبتدو جلايكان ده موجود فين يا شباب؟ ده موجود في البكتيريا يا أستاذ. أيوة، في البكتيريا الحقيقية. الكيتين ده موجود في الفطريات، في الجدار الخلوي حق الفطريات. الخيوط الفطرية أيضا من مكونات الفطريات، لكن السليلوز ده هيكون من مكونات الإيه؟ الكائنات اللي بتحتوي على بلاستيدات خضراء اللي هي مين؟ النباتات. تمام، لا يتحرك بعد أن يكتمل نموه. طبعا لازم يكتمل النمو علشان يستطيع الإيه؟ يستطيع الحركة، وده هيكون مين؟ المرجان. من أمثلة النباتات غير ذاتية التغذية، طبعا غير ذاتي التغذية ده هيكون مين؟ الهالوك الفطري، لأنه متطفل. القمح والذرة والدوريسرا طبعا دول يعتبروا نباتات ذاتية التغذية، لكن الهالوك غير ذاتي التغذية، ما بيستطيعش ان هو يصنع ايه يصنع غذائه بنفسه. ممكن ناس تقول الدوريسرا، الدوريسرا بتحتاج الى بعض الايه الاشياء، تعتبر من اكلات الحشرات، بتعوض النقص في بعض المواد عن طريق ايه اكل الحشرات. لكن الهالوك ما بيصنعش الغذاء، بيتطفل على نبات اسمه نبات الفول، وبالتالي هو غير ذاتي التغذية. تمام، من أفراد المملكة الحيوانية طبعا هنا هنبدأ إن احنا نتكلم على المملكة الحيوانية. حاجة اسمها ليه المرجان، يعتبر من أفراد هذه المملكة. حجم الفيروس ديت طبعا هننتقل للجزء اللي هو خاص بالفيروسات، اللي هو حجمها من 5 إلى 300 نانو متر. 5 إلى 300، طبعا عندنا 500 لـ 300، ومن 5 لـ 500، لا هي من 5 إلى 300 نانو متر. في صبغة بتستخدم لكشف أو تستخدم في صبغ الجدار في البكتيريا، ديت صبغة اسمها صبغة ايه؟ صبغة جرام، ودي بتتفاعل مع نوع الجدار الخلوي أو مع المادة الموجودة في الجدار الخلوي، وبنستطيع من خلالها تحديد نوع البكتيريا، هل هي موجبة لصبغة جرام أو سالبة لصبغة جرام. بكتيريا إشريشيا كولاي ده نوع من البكتيريا اللي بيختصرها العلماء للإي كولاي، وطبعا دي بتعيش في الأمعاء وقادرة على تكوين فيتامين اسمه فيتامين إيه؟ فيتامين كي. بكتيريا لا هوائية، مش محتاجة الأكسجين، وطبعا هتتنفس أو هتحصل على الطاقة عن طريق تنفس هوائي، هي أصلا لا هوائية. تحلل كيميائي طبعا، مفيش تطفل، لأ عن طريق الإيه؟ التخمر، مش هتحتاج إلى الأكسجين. أي مما يلي من الأمراض الفيروسية، طبعا عندنا في جزء الفيروسات الفيروسات والبريونات هنبدأ فيه دلوقتي. طبعا من الأمثلة على الأمراض الفيروسية عندك في الكتاب في الجدول مرض اسمه مرض الإيه مرض الجدري. العلاقة بين البكتيريا والنباتات البقولية دي اسمها علاقة إيه؟ علاقة تبادل منفعة. إن في بعض أنواع البكتيريا بتعيش في بيسموها بكتيريا العقد الجذرية، ودي بتعيش مع جذور بعض النباتات زي الفول، وبتعيش علاقة اسمها علاقة تبادل منفعة، بيتم التبادل بين البكتيريا وبين النبات الايه المنفعة.
طبعا تطفل، تطفل ده تعريف تاني، والترمم طبعا ديت مصطلحات موجودة اللي هي طريقة الحصول عليها على الغذاء، فهنا الطريقة اسمها طريقة تبادل المنفعة. بكتيريا البدائية، طبعا في جزئية البكتيريا البدائية احنا هي بتعيش في البيئات القاسية من حيث الملوحة، من حيث درجة الحرارة، من حيث الحموضة، ديت البكتيريا الايه البدائية. من أهم خصائصها ان هي بتستطيع العيش في البيئات الايه القاسية. فطبعا بيئة محيط، طبعا البراكين دي تعتبر بيئة قاسية ولكن من حيث درجة الحرارة. القناة الهضمية مش بيئات قاسية ولا شيء، ده بيئة مناسبة. السبخات تعتبر من البيئات الايه البيئات القاسية من حيث الحموضة، فهنا هنختار مين؟ نختار الايه السبخات. لو قل درجة الحرارة بنختار الايه البراكين. المحفظة في البكتيريا تعمل على حمايتها، طبعا المحفظة ده تحميها من ايه؟ طبعا المحفظة دي بتحيط بالكائن من الخارج وبتحميها من خلايا الدم الايه البيضاء، عشان هي اللي بتهاجم الايه بتهاجم الاشياء الضارة بالجسم. وطبعا هي من مكونات الايه مكونات الدم، لكن الخلايا الحمراء او الصفائح الدموية او البلازما ليهم ايه ليهم وظائف اخرى، مش هتكون الايه غير الايه غير الحماية، فعشان كده اخترنا خلايا الدم البيضاء. طيب هننتقل لجزئية أخرى اللي هي الفرق ما بين الأهداب وما بين الأصوات. الأهداب الالتصاق بالأسطح، دي هتبقى وظيفة الإيه الأهداب، لكن الحركة هتكون عن طريق الإيه الأصوات. فهنا طالما اتكلم عن الأهداب بس تكون وظيفتها الإيه الالتصاق بالإيه بالأسطح. لا تتحقق فيها خصائص الحياة، طبعا ديت مين الفيروسات، لأنها تعتبر غير حية، ولكن بدخولها الجسم الكائن الحي بتستطيع الايه تستطيع ان تتكاثر، وبتظهر بعض الايه الخصائص للكائنات الحية بعد اصابة جسم المخلوق الحي. لكن وهي بره او خارج جسم الكائن الحي تعتبر ما فيهاش خصائص، ما هي بس التركيب بتاعها زي ما احنا عارفين مادة وراثية محاطة بغلاف من البروتين. مرض الجدري، طبعا مين اللي بيسبب مرض الجدري لسه واخدينه من شوية، اللي هو الايه من الامراض الفيروسية. جميع الأمراض الآتية من مسبباتها البريونات، طبعا هتلاقي في عندك في الكتاب أمراض تسببها البريونات، منها اعتلال الدماغ، منها الكروتوزفلتات، وفي عندي حاجة اسمها جنون البقر، دي كلها أمثلة على الأمراض اللي بتسببها البريونات، لكن عندي مرض لايم لا يعتبر من أمراض الإيه البريونات. البراميسيوم ممكن يتحرك، طبعا هيستخدم هنا في الحركة الإيه الأهداب، وطبعا ده في البراميسيوم. لكن الأقدام الكاذبة دي في الأميبا والأرجل في الكائنات الأخرى. الأصوات تكون في حاجة زي اليوجلينا، لكن البراميسيوم وبيتحرك وبتساعده في التغذية أيضا من الأهداب، ديت حالة لمين؟ للبراميسيوم فقط. الإسبروجيرا طبعا ده مثال على نوع من أنواع الطحالب الإيه الخضراء، تمام، تحلب الإسبروجيرا. ممكن نستخدمها في معرفة الصخور ومكان تجميع النفط، طبعا ديت حاجة اسمها الايه اسمها المثقبات، تمام. طبعا في عندي برضو جزئية مهمة اللي هي جزئية الصبغات، الصبغة البنية اللي احنا بنسميها حاجة اسمها ايه فيكوزانسين، طبعا ديت صبغة ثانوية بتتميز باللون الايه باللون البني. في عندي طبعا الكلوروفيل صبغة خضراء، وفي عندي أنواع أخرى من الصبغات مذكورة في الكتاب بالتفصيل. وبإذن الله عز وجل كده هنكون خلصنا أو وصلنا إلى الجزء الخاص في مقدمة في علم الأحياء، وتكلمنا على بعض الأسئلة التي تخص التحصيلي وبعض الأسئلة اللي بتخص البكتيريا والفيروسات، وتطرقنا أيضا إلى درس الطلائعيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.